التنظيفات صارت على مؤسسات البلدية. نعم. كان بها شفنا بها إجحام للتقسيم حتى تقسيمها وصار مفاتحة الوزارة. يعني هي من الموارد الذاتية أمان التنظيفات. هسه مو مبدئيا ما تقدروا تأمنوا بها، لازم يكون دعم من الوزارات المالية. يعني هاي المكتب مكتب الاستشاري يجي يعني يجي له مكتب استشاري بس غير اكو من الاستشاريين موجودين تحدد هاي الاضرار يطلعوا موجودين الاستشاريين عمل بالمبلغ اللي هو الوزاره يتحول غير بالغير كل المشرع المنطقه ما بها تبليغ ولا بها شارع تبليغ البلديه ايضا الماء والمجاري بلديه برطله نورتي برطله اليوم الزيارة الثانية لمحافظة نينوى. اليوم بدينا بسهل نينوى بأقضية سهل نينوى، طلعنا على الواقع الخدمي في هذه الأقضية ومشاكل المؤسسات البلدية ومديريات الماء والمجاري في هذه الأقضية. أيضا طلعنا على مشروع المجاري في قضائي الحمدانية وبرطلة، وحثينا الشركة المتعاقدة بإسراع بإنجاز المشروع لأنه إكمال مشروع المجاري إلى أثر الكبير في عائلة النازحين. ناقشنا كثير من المواضيع منها توفير الآليات، لأن الآليات اللي كانت متوفرة لدى المؤسسات البلدية جميعها يعني تعرضت للحرق والسرقة من قبل داعش. هناك تمويل من البنك الدولي للوزارة لتوفير الآليات لمحافظة نينوى، وأيضا تعاون مع المنظمات الألمانية بتوفير الآليات. أيضا لاحظنا عدد من طلبات الأهالي بإعادة بالتعيين للموظفين أو الإجراء اليوميين، وأيضا توفير الخدمات بشكل عام لتشجيع النازحين. نعمل إحنا مع المؤسسات البلدية بتوفير هذه الخدمات للمواطنين لتشجيعهم للرجوع، ندعوهم من هذا المنبر للرجوع، لأنه حسب ما أشوف الآن في الأقضية هي حال أقضية قضاء الحمدانية وقضاء برطلة أفضل من أقضية كثيرة في حزام بغداد. اليوم تشرفنا بزيارة الدكتورة آن نافع عوسي وزيرة العمارة والإسكان والبلديات العامة ضمن مناطق سهل نينوى، حيث طلعت على حجم الخدمات المقدمة من قبل مديريتنا والدوائر الساندة الأخرى ضمن قضاء الحمدانية وناحية برطلة، وقد أشادت معاليها بهذه الخدمات التي نقوم بها. رأت هناك تحسن كبير في هذه الخدمات، كانت لها زيارة قبل 3 أشهر، اليوم كانت لها زيارة أخرى، رأت أن هناك تحسن في مستوى الخدمات سواء في مستوى التنظيفات أو أعمال تبليط الشوارع أو الإكساء أو أعمال عمل الأرصفة أو الحدائق والمتنزهات ومدن الألعاب. كانت لهذه الخدمات أثر كبير بعودة النازحين. اليوم الحمد لله نحن في برطلة لدينا عودة نازحين بحدود 90%، في الحمدانية 80%. هذه العودة من النازحين كانت جاءت نتيجة الخدمات التي قامت بها مديريتنا وبالتعاون مع المديريات الأخرى. غدا سيكون للمعالي الوزيرة جولة في مدينة الموصل وخاصة في الساحل الأيمن من المدينة، وكذلك سيتم افتتاح الجسر الرابع. إن شاء الله نعاهد أبناء المحافظة فيكون لنا دور كبير في إعادة النازحين وتقديم أفضل خدمات للمواطنين.